إنه حفل شرقي بالعيد العالمي للموسيقى، فعلى وقع مقامات الموسيقى الشرقية أحيا طلاب مدرسة العمل للأمل عيد الموسيقى بأغاني ومقطوعات تراثية، عزفوا ألحانها على آلات تنوعت بين العود والبزق والأكورديون والإيقاع. هم من النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين والعراقيين الذين فتحت لهم مدرسة العمل للأمل باب متابعة دروس مكثفة في العزف والغناء بلغت مدتها لكل طالب 700 ساعة على مدى 18 شهراً. المدرسة بتقوم بشكل أساسي على تراث الأولاد، ربطهم بتراثهم، تراثهم السوري والمشرقي اللي ممتد لأغاني عراقية أو مصرية، وطبعاً بلاد الشام سوريا وفلسطين ولبنان. فهذا التراث نهدف لأنه نحن نربطهم فيه بشكل أساسي، وهن أصلاً عم يعطوا هالنتيجة الحلوة لأنه هو موجود فيهم أصلاً. تلقى مبادرة العمل للأمل في تعليم النازحين واللاجئين الغناء والعزف تجاوبا كبيرا، وقد بلغ عدد طلبات الانتساب المقدمة هذه السنة في منطقة البقاع وحدها 400 طلب. أما اختيار الطلاب فيتم من قبل لجنة متخصصة استنادا إلى ما يتمتع به هؤلاء من موهبة. هذا النشاط فتح لي باب أني أتعرف على ناس كتير وعلى كتير فنانين وهن أساتذتي، وصار عندي حب للمشاركة مع الفرقة، يعني كتير عم ننسجم مع بعض. سجلنا بهالموسيقى لحتى نخفف، يعني مثل فيك تقولي حزن وننسى كل شيء، يعني فينا مثل هون العالم تقول صحيح جينا وتهجرنا بس فينا نعمل شيء حلو بنفس الوقت. تحت عنوان دارج ستجول أربع فرق من طلاب مدرسة العمل للأمل في كل مناطق لبنان ما سيحيي أشهر الأغاني العربية المشرقية ويقدم للمواهب الكثيرة الموجودة في مجتمعات النزوح واللجوء إمكانية بلورة هذه المواهب واستثمارها بعيدا عما تعانيه مجتمعاتها من الحروب والتهجير والضغوط الاقتصادية والاجتماعية. كلودي أبي حنا، الغد، بيروت.